135613 تلميذا يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي عاشت على وقعها مختلف الجهات. التعديلات الخاصة بإجراءات الإيقاف تدخل اليوم حيز النفاذ، ودعوات إلى توفير الترتيبات الضرورية لتنفيذه لمزيد نجاعة. مقترحات تعديل وفصول تنتظر الحسم بشأن مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وسط غياب التوافق بخصوصه في مجلس نواب الشعب. أهلا بكم إلى الثامنة من القناة الوطنية، ونبدأها بالشأن التربوي، حيث انطلقت اليوم اختبارات امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية. 135613 تلميذا يجتازون هذا الامتحان بمختلف جهات الجمهورية. كاميرا الأخبار واكبت اللحظة الأولى لالتحاق التلاميذ بعدد من مراكز الامتحانات. استبشارا بالنجاح واستباقا للفلاح، تعالت أصوات منبهات السيارات وتعالت معها عبارات الحمد ودعوات التوفيق في أول أيام الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2016. تلاميذ وأولياء في اتجاه مركز الامتحان، إما ترجلا أو قدوما على متن سيارة أجرة تاكسي أو سيارة العائلة. لحظات قبل الالتحاق بقاعات الامتحان، أم ترافق ابنتها حتى باب المعهد، أب يرافق ابنه بنظرات مرتبكة، وتلميذ يسترق النظر إلى بضعة أسطر. ووسط ازدحام المشاهد هذا، بين مدير يرفع معنويات تلاميذه بأسلوبه الخاص وأمني يؤمن المكان، تبرز صورة أم تنتظر ابنها وهو الذي لم ينطلق امتحانه بعد، تنظر وتنتظر وفي نظراتها حرص ودعوات ترافق كل حرف يخط على ورقة الامتحان. قمت قبلها وشربتها من الزهر. معنوياتها مرتفعة محضرة وإن شاء الله لباس. ما زلت أنا قاعد نستنى في ما نعرفش، أنا قاعد نستنى شوية حتى يدخلوا يعلم بعد كده نمشوا نخدموا لأرواحنا. إن شاء الله ربي ينجحهم الكلك هاو، مش هم يعديوا ونحن نعديوا ونحن تعبين. اليوم لاباس سافا مرتاحين، ان شاء الله تكمل بدفارات باهيه هايله، هذيك اش نتمناو. اوكي مهما واحد يقول لي هاو معناها انفاق ما فما شويه تراك هكايا وشير عشان خاطر معناها اول مره نجي نقول لي سي هكايا معناها وحاكم وكل شيء سافا. انا رجعنا وان شاء الله ربي معنا. توا مازلت تاخذ في حاجات من الاخر دقيقه. ديما الحاجة دي تقرأ تبقى حاجة أخرى. تعبنا وسقينا وإن شاء الله نلقاو ريزولتات باهية. انطلاق امتحانات البكالوريا سبقه توزيع للامتحانات على مراكز الامتحان منذ ساعات الصباح الأولى، حيث رافقت العملية تعزيزات أمنية من الحرس والأمن والجيش الوطني. انطلقت العملية بداية من 5 صباحا، توا عنا حوالي 5:30 تمت العملية الكل متاع يعني توزيع المواضيع على المسارات، وانطلقت حسابيا جميع السيارات بالمرافقين بالأمن بالمرافقين بالمندوبية. تمت العملية في غضون نصف ساعة وتمت بسلام. امتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية 2016 تتواصل حتى 8 جوان الجاري، فحظا موفقا لمن يجتاز غمار هذا الامتحان الوطني للتلميذ والولي. ومن خلال زيارة ميدانية أداها إلى معهد نهج الباشا بأريانا، اطلع رئيس الحكومة الحبيب الصيد مرفوقا بوزير التربية نجي جلول على ظروف انطلاق امتحانات البكالوريا في يومها الأول، مؤكدا بالمناسبة سعي الحكومة إلى تجديد المنظومة التربوية وإصلاحها.
معهد نهج الباشا بأريانا كان اليوم وجهة رئيس الحكومة لحبيب الصيد للوقوف على ظروف انطلاق أول يوم لامتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية، حيث قام بجولة داخل الأقسام وعاين الأجواء العامة التي تجري فيها الامتحانات، مؤكدا حرص الحكومة على تحسين مستوى التعليم وجودته في تونس وإرجاع القيمة إلى امتحان البكالوريا وكل الامتحانات الوطنية. حارسين باش المستوى يتحسن وعنا إصلاحات منها جذرية قاعدين نقوم بها في الحكومة منها باقتراحات من السيد وزير التربية لمنها تجديد ولإرجاع القيمة للباك. عادة الباك عادة 52 سنة نصف قرن بالضبط منها في جوان 66 طبعا في جوان 2016 دخلت الباك 76 10 سنين بعد ما هناك. بدوره أعرب وزير التربية ناجي جلول عن ارتياحه للأجواء العامة التي شهدها انطلاق امتحانات البكالوريا، متوقعا أن تكون النتائج أحسن مقارنة بالسنة الماضية نظرا لتحسن المناخ الاجتماعي والنفسي للأساتذة كما التلاميذ. كل شيء باهي، فما تلامذة عدوا في ظروف ممتازة في الوقت، التنظيم كان محكم، مازلنا نجم نحسنوا إن شاء الله توصل هكا من هنا لآخر الدور. نورمالمون تلامذة شنو الأساتذة اللي تربي باش عدوا البكالوريا في ظروف نفسية أحسن، مرتاحين أكثر، نتصور النتائج باش تكون أحسن. وبالنسبة للحالات الخاصة سواء تلك التي تجري الامتحانات في السجون أو في المستشفيات، أكد وزير التربية أن الوزارة حاولت توفير كل الظروف الملائمة لهؤلاء احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص المكفول بالدستور. تلامذة كتشوف في المستشفى، عنا تلامذة في السجن، عنا تلامذة باش يعديو بالطابلات. حاولنا باش نرد اليوم ما احنا البنية قلنا توفي هذه خرجت من الرياض ونطوفي بور كير باس ليكزامان ابارامون اللي فاتيغي ما تنجمش تعدي اليوم. اون باي سي باش نوفر لها ظروف ممتازه رتراباج في الدوره الثانيه، مش في الباك ثماش رتراباج حتى الباك بطار وفير. وبقدر حرصها على حسن سير ظروف الامتحانات حرصت الوزاره على التصدي لظاهره الغش حسب وزير التربيه من خلال بعث خليه ازمه للغرض وربط كاميرات مراقبه بقاعه العمليات بوزاره الداخليه، مؤكدا عدم تسجيل اي حاله غش حتى الان. إذن عدد من الحالات الخاصة تجتاز هي الأخرى امتحان البكالوريا، يتغير الإطار والمكان في ظروف يجتهد المشرفون على أن تتقارب مع الأجواء العامة لباقي التلاميذ. تلاميذ وجدوا أنفسهم خلف القضبان لكن لم يحرموا من اجتياز امتحان هو بريق أمل للكثير منهم. يتغير المكان تتغير الظروف ولكن الموعد واحد، امتحانات البكالوريا في يومها الأول هي المناسبة، هي الامتحان، هي باختصار بصيص أمل لهؤلاء المساجين ممن يجتازون البكالوريا لهذه السنة في السجن المدني بالمرناكية. عديت يعني البر وعديت يعني في الحبس، يعني ما تفرقش يعني كبير، خلالك يعني الجو يعني لهنا كما عبارة تعدي يعني البر كتلميذ، يعني البر عبارة الداخل، فهمت كيف؟ والله صباح الحمد لله سلكنا دفور فيلو ما جاش صعيب الحمد لله، ورجعنا مع بعضنا البارح، معنا شكون اداب معنا عنده فكره بالكدي تعاوننا مع بعضنا وعدينا. إدارة السجن المدني بالبرناقية حاولت بدورها توفير الظروف الملائمة للمراجعة والاستعداد للامتحانات. مفرقين دوب طلب الإعلام الانتين ويعبر عن الرغبة امتحان في إجراء الامتحانات، تم تجميعهم في غرفة لتوفير بعض الظروف الأريحية وبعض ظروف الراحة باش التركيز يكون أكثر ونجموا يقيموا غرفة صغيرة على قد الحجم امتحان باش ينجموا يركزوا ونجموا يراجعوا. هذه ومع الاستعداد وتوفير المراجع المستلزمات للكتابة، هذا كل بالتنسيق مع عائلاتهم يتم استقبالهم إذا كان ثم مراجع نوفره لهم، إذا كان ثم مساعدة اجتماعية مثلا ظرفيا نقدمها لهم في نطاق الإحاطة بهم لإجراء الامتحانات في ظروف طيبة. وفي زيارة للمتحنين من المساجين اطلع وزير العدل والتربية على ظروف الامتحانات، وأكد وزير العدل أهمية احترام حق المساجين في مواصلة تعليمهم. في وزارة العدل احنا كنا خرجنا تعليمات للسجون كل اللي فيهم وليدات عديو الباك باش الوليدات هذوما يحطوهم في اماكن خاصة باش نجم معناتها الظروف تكون نتاعو خير، الظروف الغذائية، ظروف الراحة نتاعو، يلقى وين يقرا ويلقى مبيت بعيد على الفضاءات الأخرى باش نجم يركز ويحضر دروسه بالكدا ويحضر الباك اللي احنا جينا وحضرنا على مادة من المواد يحضروا فيها وإن شاء الله ربي يجيب في صبر بينجحهم.
امتحان أنجز اليوم في ظروف خاصة، ليبقى أمل هؤلاء المساجين في نجاح لربما يليه الإفراج والفرج. عمل سن لم يمنعه من اجتياز امتحان البكالوريا. مصطفى مخلوف مترشح تقدم اليوم لاجتياز امتحان البكالوريا، هو يثابر من أجل نيل شهادة علمية حلم بها طويلا. مصطفى مخلوف أحد المترشحين لدورة البكالوريا لهذه السنة، قيم عام متقاعد، أصيل مدينة الجم من ولاية المهدية، تجاوز 60 سنة من عمره وهو اليوم يستعد لخوض هذه المناظرة لأكثر من 6 مرات. أنا حبيت نخوضها، أنا عندي شهادة تقنية اقتصادية للإدارة في الأصل، بقى خذيت ترخيص استثنائي قديم شوية من عند الوزارة باش حبيت نعمل باك اقتصاد معناها كتجربة، أما نقرأ فيها وحدي معناها مش نقرأ عند أساتذة. تمل فما برشة تلام ذخرين يحبوا معناها ما نجموش يقرأوا في المعهد وما نجموش كذا، وعندهم مستوى ينجم يقرأ وينجم وحده في داره. هذا المترشح الاستثنائي يدرك جيدا قيمة هذه المناظرة، لا فقط من أجل النتيجة بقدر ما هو تحقيق لرغبة ذاتية. سعيد جدا بها لأن التجربة هي شاقة شوية، وحسب ما يشوفوا يراوا أنه يعني كني تولت فيها، أما أنا حبيت نعملها باك أونو تو فورماسيون، يعني حبيت نشوف إنسان يقرأ ويكتب شنو ينجم يعمل أو عنده مستوى معين. المحيط الاجتماعي والعائلي لم يثنيه عن مواصلة الدراسة. هما أنا ولدي واخذ الماجستير في الفيزياء، وعندي بنتي تو في الفيزياء زادة في كلية العلوم في المستير، وعندي ولدي ثالثة تقنية، ومسوعده جدا جدا معناها قالوا لي بابا كيفاش انت في العمر هذا، وساعات يستشيروني في فرنسي في حاجة في كذا. أجواء هذه المناظرة السنوية عاشها السيد مصطفى أكثر من مرة، وفي كل دورة يتجدد العزم والإيمان بالنجاح. أطلب العلم المهدي اللحد، أنا لو كان نبدأ حتى السلام الجحش عام العام حتى لين حقق الإنسان يعزم على حاجة ويستعد لها يزم ويواصل فيها، لأن فمش فشل في الحياة إلى الأمام سر، إلى الأمام سر، إلى الأمام سر. إصرار وعزيمة وإيمان بالذات، مفاهيم قد تلخص فكر هذا الرجل وتؤكد أن الحياة أمل وأن النجاح طريق طويل يستوجب الصبر والثبات على المبدأ. ومن المجال التربوي إلى مجال التشريعات، فقد دخل اليوم حيز نفاذ القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والخاص بإجراءات الإيقاف أساساً وشروطه، تعديلات أكدت أطراف حقوقية أنها مكسب مهم من شأنه ضمان حقوق الموقوف والتقليص من حالات التعذيب عند الإيقاف. ناصر يقول إنه قد تم تعذيبه بمركز للإيقاف، وها هو يتوجه إلى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ليدلي بشهادته، مؤكدا أنه تعرض للضرب والحرق أثناء التحقيق معه بسبب خلاف نشب بينه وبين صديقته الأجنبية. قالت لي نمشي للمركز نعمل ورقة ما بيناتنا كل شيء، لعدت لتكلمنا نكلمك، مشيت كم لك سمعني من الأول وكل شيء، وبعد ما نعرفشني الحكاية عمل لك خلها مدام أخرج أخرج خرجها خلها تنوريوك فيها، وشدوني ثلاثة معناتها واحد يضرب منا والآخر شاد علي كرسي والآخر ضربني، وكا عندي سيرتيفيكا وكل شيء ضربنا على ودني هذه ما عادش نسمع بها بالباهي، وعاودوا محضر آخر وعلى كيفهم هما مع البليش بيه مانيش حاضر فيه خاطر سكروا عليه الداخل مانيش حاضر فيه. ناصر وغيره كثيرون ممن يتعرضون وفق تقارير منظمات حقوقية للتعذيب، فهل تشهد هذه الظاهرة تقلصا في المستقبل مع دخول القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية حيز النفاذ اليوم؟ قانون ينص على أن قرار الاحتفاظ أصبح من اختصاص النيابة العمومية، كما أصبح بمقتضى هذا القانون من حق كل ذي شبهة توكيل محام منذ عملية الإيقاف، إضافة إلى التقليص من فترة الاحتفاظ. نحن لمدة سنوات اعتبرنا أن فترة الاحتفاظ يعني غير مشمولة بأي حماية، الشخص متروك لمصيره لمدة 6 أيام كاملة، وخلال هذه المدة الأشخاص يمكن أن يتعرضوا إلى التعذيب إلى تزوير المحاضر. اليوم هناك ضمانات، المحامي أصبح طرف مهم في تحقيق هذه الضمانات. بالنسبة أيضا للمتضررين من حقهم باش يستعينوا بمحامي، ومحامي المتضرر له نفس يعني الصلاحيات
كما هو الشأن بالنسبة إلى محامي المتهم. إجراءات وصفها حقوقيون بالمكاسب المهمة التي من شأنها ضمان حقوق الموقوف وإضفاء مصداقية على سير الأبحاث. القانون هذا يترجم نفس ثوري، على الأقل ربحنا حاجة من الثورة هذه، نفس ثوري لحقنا بركب الدول الديمقراطية والدول اللي تحترم حقوق الإنسان. هذا قانون باش يضمن بالحق كرامة التونسي بكل المقاييس. تقليص فترة الاحتفاظ باش يربحنا زوج حاجات، أولا الكم الهائل متاع المحتفظ بهم باش ينقص، سرعة التعاطي وفصل القضايا هذوما خاصة المخالفات والجنح والجنايات، شمعت سرعة حالتها المحكمة والنظر فيها، ما عادش عباد تقعد نظمنا، ما عادش ثم كثافة كبيرة في مراكز الاحتفاظ، ما عادش ثم كثافة كبيرة حتى على مستوى السجون. الترحيب الذي حظيت به هذه المكاسب ورافقته دعوات إلى توفير التراتيب التنفيذية الضرورية لتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع. بدعوة من جمعية القضاة يحمل القضاة بمختلف المحاكم الشارع الحمراء لمدة 3 أيام احتجاجا على ما سموه غلق باب التحاور بينهم وبين الحكومة من أجل مطالبهم. تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء خلال العمل هي الحركة الاحتجاجية التي انتهجها القضاة بسبب ما قالوا عنه عدم النظر في مطالبهم وفتح باب الحوار معهم من قبل الحكومة. حمل الشارة وتأخير جلسات لمدة ساعة هو السبب الرئيسي متاعو، أنه الحكومة ما فتحتش باب التفاوض مع القضاة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة. هذا أهم سبب، لأنه من تاريخ 13 أكتوبر 2015 لقائنا مع السيد رئيس الحكومة، خلال الجلسة هكي تم الاتفاق على وضع اتفاق مبدي على وضع إطار للتفاوض مع القضاة ومع جمعية القضاة التونسيين باعتبار اللائق الأكثر تمثيل للقضاة. من تاريخها كما صارتش، يعني رغم محاولاتنا احنا اتصلنا كتبنا رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة. جمعية القضاة التي دعت إلى حمل الشارة وعلى لسان نائب رئيسها أوضحت أن الأوضاع المالية للقاضي التي وصفتها بالمزرية إضافة إلى ظروف العمل الصعبة عاملان يعرقلان القاضي في القيام بدوره على أكمل وجه. لابد أنه يتم تأجير القضاة بطريقة ملائمة تتماشى وجسامة المهام الموكولة ليهم، وهذه من المعايير الأساسية لاستقلال القضاء. وبالتالي وإحنا حينما نطلب تحسين ظروف المادية وتمكين القضاة من أجر ملائم، لا نبحث على رفاه للقضاة بقدر ما نبحث على أنه حين ينظر القاضي في حقوق الناس وفي ملفاتهم يكون تركيزه منصبا على هذه الملفات وهذه الحقوق ولا يكون منشغلا بأي أشياء أخرى. ظروف العمل غير الملائمة وافتقار القضاة إلى المرافق الأساسية في عديد المحاكم إضافة إلى الوضعية المادية عاملين وحسب القضاة إذا تم إصلاحهما يمكن للقاضي أن يعمل في إطار سليم ويساهم في إعلاء كلمة الحق وإشاعة العدل. تسلم رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة التقريرين السنوي والمالي لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015 و2000، وذلك خلال استقباله رئيسة الهيئة سهام بن سدرين. ونقلت رئيسة الهيئة أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدة مواضيع، منها الأمر الترتيبي لتحديد من يمثل الدولة في لجنة تحكيم المصالحة بالهيئة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة وعد بمساعدة الهيئة على القيام بأعمالها في أفضل الظروف. أعلنت وزارة الداخلية عن الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة بوفيشة من ولاية سوسة تتكون من 14 عنصرا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن وحدات الحرس الوطني بنفيضة من ولاية سوسة تمكنت من الكشف عن هذه الخلية والتي تتراوح أعمار عناصرها بين 17 و 35 سنة، كانوا يخططون للالتحاق بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بليبيا وسوريا وتمجيد أعماله الإرهابية. وأضاف البلاغ أن الموقوفين اعترفوا بتواصلهم مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبتكفير الأجهزة الأمنية والعسكرية وسعيهم لاستقطاب الشبان لتبني الفكر التكفيري. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه بهم ومواصلة الأبحاث.
بمجلس نواب الشعب انطلق النواب في مناقشة مشروع تنقيح وإتمام مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وسط غياب التوافق بخصوص مجمل فصول القانون وتعدد مقترحات التعديل. فشلت لجنة التوافقات في إيجاد صيغة وفاق بخصوص عدد من الفصول الخلافية والتي رحلت إلى الجلسة العامة، فصول خلافية طالت مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وتتمثل أساساً في الفصول المتعلقة بنظام الاقتراع وكيفية اختيار رئيس المجلس البلدي أو المجلس الجهوي، إضافة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي فتمثيلية الشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية فتمثيلية العسكريين. إذا كانت تقول لي الأمنيين والعسكريين باش يصوتوا، معناها باش يولي كل حزب عنده نقابة أمنية يمشي يستميلها، وحملة انتخابية باش تعمل قدام الثكنة العسكرية. ماذا بينا تبقى ديما المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، معناها زوز مؤسسات يعني محايدة وعندها المفهوم متاع الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري. إشكالية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ظلت تراوح مكانها، ليتواصل الجدل ما بين تولي دائرة المحاسبات للدور الرقابي أو قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك. من الحكومة هو جاء على أساس يسند هذه الرقابة لدائرة المحاسبات، لكن دائرة المحاسبات أعربت داخل اللجنة على رفضها لإجراء هذه الرقابة، وطلبت تقاسم الأدوار بينه وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وطلبت من دائرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقوم هي نفسها بهذه الرقابة. ماشي نراقب ملين ونهمل مراقبة آلاف المليارات. إذن في الحقيقة احنا نشوفها هذا مش فقط جانب فني وجانب إداري، وإنما جانب سياسي. وين ماشيين لدائرة المحاسبات؟ يندرى مش يخليوها مسؤولة على مراقبة المال العام، ولا مش تلهلنا بمراقبة آلاف القيمات، وبالتالي يتأخر عملها في مراقبة ميزانية الدولة. حصول شبه اتفاق بخصوص التناصف الأفقي لم يحجب وجود مقترح تعديل يطالب بإسقاط القائمة الانتخابية في صورة عدم احترام مبدأ التناصف الأفقي. في صورة عدم احترامه يكون مسقط للقائمة، وهذا المقترح سيمرر للتصويت، لأنه معظم الأعضاء في اللجنة في التوافقات يرغبوا في تمرير الفصل كما خرج من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية. مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء رافقه 73 مقترح تعديل تعرض على الجلسة العامة، ليكون الفصل الثاني هو الفصل الوحيد الذي لم ترد بخصوصه مقترحات تعديل لاحتوائه على فقرة واحدة. وقد اختلفت آراء نواب الكتل النيابية وتباينت بخصوص هذا المشروع بين من اعتبره ثوريا وبين من اعتبره سابقا لأوانه، وقد يصل الأمر إلى حد الطعن في دستوريته إن تناقض مع ما جاء في الدستور. مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء الذي يحوي فصولا قديمة جديدة هو من منظور كتلة حركة النهضة مشروع ثوري لكنه خطير، وهو من منظور أحد نواب كتلة نداء تونس مشروع سابق لأوانه. قلت الانتخابات البلدية هي مسألة قبل وقتها، وقاعدين اليوم مناش حاضرين 100%، مسألة الهامة لازم تفتح حولها حوار معناها جدي سواء داخل المجلس وحتى داخل خارج المجلس مع المجتمع المدني للحسم فيها وأقرار كيفية التعاطي في المسألة الانتخابية مع الحكم المحلي. سابق لأوانه ما ظنش تصير الانتخابات، لأنه فعلا اتجاه التاريخ، لأنه فيه توزيع للسلطة، ما عادش السلطة مركزة في العاصمة وإنما فيها سلطة أيضا من الحكومة تعطى للبلديات والولات والمعتمدين والمجلس الجهوي إلى آخره. ولكن في نفس الوقت فيه مقدار من الخطورة مش نخوف منه، أما باش ننتبه له. أراهي البلدان كل اللي مشات في اللامركزية خلات برشا وقت باش الناس تدربت باش عطات الثمار متاعها. لكن ما يحويه من نقائص كثيرة حسب عدد من النواب قد يجعل منه قانونا غير دستوري من ناحية وتعجيزيا من ناحية أخرى. إذا كان مس المشروع هذا من الدستور أنا مش نطعنه في عدم دستوريته، وما تقولوناش قاعدين تعطلوا في الحكومة، معنى الحكومة لا تعطي مشاريع قوانين تستجيب لمتطلبات الوضع ولتطلعات الشعب التونسي. القانون هذا معناتها يصعب
بخلاف أنه فيه عديد الشروط معناتها اللي هي تعجيزية وفيها عقوبات. ومهما اختلفت الآراء بخصوصه وتباينت، فهو مشروع سيتم من خلاله تفعيل الباب السابع من الدستور، وسيكرس مبدأ اللامركزية الحقيقي وفق المتابعين. وقد شاركت عدد من المنظمات المدنية في أشغال لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وواكبت نقاش عدد من الفصول الخلافية والمثيرة للجدل في مشروع القانون، وعبرت عن بعض التحفظات. يؤمل المجتمع المدني أن يخرج القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد التصويت عليه في مجلس نواب الشعب سامحا بالتعددية، منحا للجهات حقها وذلك شرط تدارك بعض النقائص الموصوفة بالحيوية. ويقول المنسق العام لشبكة مراقبون أنه يتوجب دعم مسألة التمويل العمومي للقائمات المترشحة، على اعتبار أن الدولة معنية بتمويل العملية الديمقراطية وملزمة بالاستثمار فيها، وأيضا رفع كل أشكال الضغوطات على الشباب حتى ينخرط في هذه العملية. مشاركة المستقلين مشاركة سورية، القانون الحالي لا يسمح بمشاركة فعلية للمستقلين. هذا نظام القائمات المكتملة باش تترشح في تونس يلزم قائمة فيها 60 مسكرة كاملة، باش تترشح في بلاد كما بلدية صفاقس يلزمك 42، صعيب برشا على المستقلين ولا على حتى الأحزاب المتوسطة. إذا نحبوا تعددية فعلية، احنا مقترحين على الأقل شطر القائمة، فما بعض الكتل مشات معنا في التوجه هذا، شطر القائمة باش تكون حاجة سيريوز ولكن نسهلوا. رئيس جمعية عتيد يتحدث بدوره عن وجوب تضمين حق الأمنيين والعسكريين في التصويت في نص مشروع القانون، وعن ضرورة احتساب الورقة البيضاء في الحاصل الانتخابي، وعن طريقة الاقتراع وتسمية رؤساء البلديات والمجالس الجهوية اللي القانون هذا يجي يقول القائمة المتحصلة على أكثر عدد من الأصوات حتى إذا كان جابت 10 ولا 15% رئيسها باش يكون هو رئيس البلدية ورئيس المجلس الجهوي، وهذا من شأنه باش يؤدي إلى معناتها مشاكل كبرى في العمل المحلي، على خاطر إذا كان السيد هو جايب 15% وباش يلقى 85% في المجلس البلدي ضده، كيفاش باش يخدم؟ هذا إشكال كبير. ونعرفوا اللي المسألة هذه راهي مسألة حزبية انتخابية، حسابات ضيقة اللي حتى في التجارب المقارنة ما نلقاوهاش. القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تقديرات بعض ممثلي المجتمع المدني يجب أن يتم النأي به عن الحسابات السياسوية الضيقة لأجل مصلحة تونس العليا. أشرف رئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في جملة مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد. نظر مجلس الوزراء في بيان حول الإجراءات الخاصة بالحج، حيث سيتم ضبط قائمة الحاجج في أجل أقصاها 10 جوان الحالي مع سعي الدولة إلى تحسين الخدمات في الأماكن المقدسة. كما ناقش المجلس الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتزويد السوق ومراقبة الأسعار. السوق تتزود بطريقة منتظمة بالمنتجات جميعها، جميع المنتجات. الأسعار أيضا حسب المؤشر متاعها انخفض يعني قياسا بالسنة الماضية، وأنشط مراقبة الأسعار والجودة، معناها ثم مئات الحملات اللي تم، وثم أيضا تركيز لعدد أكبر من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. وفي السياق ذاته أعلن المجلس عن التوقيت الإداري خلال شهر رمضان المعظم كما يلي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار. ومن جهة أخرى نظر مجلس الوزراء في بيان حول تشغيل، حيث سجلت عروض الشغل استقرارا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية، في حين ارتفعت العروض الموجهة لأصحاب الشهائد العليا بنسبة 5.3% العام الماضي. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويتعلق الثاني بإحداث الشركة الوطنية للتنقية على المياه. كما وافق المجلس على جملة من الأوامر الحكومية. ومثل الوضع العام وضرورة تضافر جهود الجميع للارتقاء به نحو الأفضل موضوع لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. وتطرق اللقاء لمسار مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلس نواب الشعب، وبالخصوص المتصلة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس مجلس نواب الشعب قدم عرضا لرئيس الدولة حول الزيارة التي أداها مؤخرا إلى روسيا والآفاق التي فتحها لتطوير العلاقات الثنائية وتنويعها. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي بقصر قرطاج رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي، وأفاد الغنوشي أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد والتأكيد على ضرورة توجيه كل الطاقات لخدمة الدولة والدفاع عنها وبإنجاح تنفيذ البرامج التنموية للحكومة وتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب والفساد. تم اليوم تقديم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ للأسواق المدرج ضمن استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي في سياق تركيز منطقة التبادل الحر. على مدار 4 سنوات توفق برنامج دعم القدرة التنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق في أن يضع لذمة 467 مؤسسة صناعية أو ذات علاقة مثل مكاتب الدراسات والإشهاد بالمطابقة ما يزيد عن 730 عملية مساندة حتى طورت خبراتها وحتى ضمنت فضاءات ترويج جديدة. الجانب اللي زادوا البرنامج هذايا خلاف مساندة المؤسسات حسن من 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 المخابر من إمكانيات الفنية للمخابر الموجودة، حط مخابر جديدة باش تأمن للمؤسسة الصناعية تحاليل كريديبل ذات جودة، فما كومبيتنس في وسط الخبرات هذية، فما اعتراف. الحاجة الرابعة واللي ما تقلش أهمية هو خدمة دو بروكسيميتي قريبة أمواندغو كو. البرنامج بميزانية 50 مليار مليم تونسي قدمته المسؤولة عنها ويعتبر رافعة لمؤسسات صناعية صغرى ومتوسطة عبر الاستجابة إلى حاجياتها للتطوير والاستفادة من مرافقة أوروبية على أن توسع لاحقا طاقتها التشغيلية. الانعكاس متاحة يظهر في العام اللي بعده وإلا في 6 شهور اللي بعده، لكن مش هذا أنا قلته، قالوه المؤسسات. فما مؤسسات عمل تسويق دخل المرشي جديد ربح منه شيفر دافير مليار ولا مليون، ولا اللي صنعوا في الكراهب واللي صنعوا في الطيارات واللي صنعوا في الدويات جاءوا ولاو دي بارتنير مع مؤسسات في تونس ولا يشريوا من عندهم مش من عدم. سيكو فما كابيتال confiance. وفق التقديرات هناك رأس مال ثقة نشأ في المؤسسات المكونة للنسيج الصناعي التونسي والتي عرفت تطورا كميا ونوعيا خاصة بفضل برنامج التأهيل الشامل منذ إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995. وببادرة من وزارة المالية انطلق اليوم في العاصمة تركيز أجهزة تسجيل العمليات المالية المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وذلك تنفيذا لما نص عليه قانون المالية لسنة 14 و2000. بادرة انطلق تفعيلها بصفة اختيارية في عدد من المؤسسات الاستهلاكية ليتم تعميمها بصفة إجبارية لاحقا. هو جهاز جبائي لتسجيل العمليات الاستهلاكية صلب وزارة المالية، تم تركيزه في مرحلة أولية لدى 80 مؤسسة استهلاكية بين مقاهي ومطاعم، على أن يصل عدد المؤسسات المنخرطة في هذه المنظومة النموذجية إلى 300 مؤسسة في موفى السنة الحالية. هذه كيسة جديدة عملوها أصحاب المقاهي والمطاعم بالتعاون مع وزارة المالية، وكل واحد يأخذ فطور ولا قهوة ولا كسكروت ولا اللي يحب هو، تخرج تذكرة فيها قديش هو استهلك وفيها قديش التيفيا اللي هذيك باش تمشي لخزينة الدولة. هذا قانون، والقانون إذا كان باش نحترموا دولتنا لازمنا معناتها نطبقوه. حث المهنيين على إلساء الشفافية في معاملاتهم مع الدولة هو الهدف الأساسي الذي تسعى وزارة المالية لتكريسه عن طريق بعث جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المالية للسنة الحالية،
ولكن هذه التجربة النموذجية ستظل اختيارية إلى موفى سنة 2016. الهدف الأساسي من بعثين البيوعات هذه هو إدراج أكثر شفافية في العلاقة بين دفع الضريبة والوزارة. هذا مش يكون عندنا وصص صحيحة بين الإدارة ودفع الضريبة. توا في التجربة النموذجية هو الهدف الأساسي هو الانخراط، لكن حتى بعد راو مفهم باش نتوخاو المرونة ماهيش معناها الهدف الأساسي هو المراقبة الفورية للأشخاص هذوما. برنامج النموذجي يعتمد على أجهزة تسجيل من الجيل الثالث، جاء في إطار تعصيل الإدارة ودعم التطور التكنولوجي، وذلك تنفيذا لبرنامج وزارة المالية التي تعمل على دعم هذه المبادرة. وإحنا باش نشجعوا الناس كل باش يعملوا هذا، واللي ياخذ تذكرة أنا نقولوا يزم يستحفظ عليها، على خاطر في آخر كل شهر وزارة المالية باش تعمل يا نصيب، وأول واحدة باش تكون ليلة العيد على التلفزة الوطنية واحد باش نعملوا تيراج وسور، واللي باش يربح باش يربح كهرباء. جهاز تسجيل العمليات هذا أو هو القابضة الذكية التي تكرس الشفافية، تبين أنها تعود بالفائدة على الدولة والمهنيين في مجال الاستهلاك، وذلك عن طريق مراقبة مداخيل المؤسسات الاستهلاكية دون إحداث تغيير أو ترفيع في الواجبات الجبائية. بالشارع الرئيسي وسط العاصمة، حيث كان منذ أكثر من 20 سنة، كشف اليوم عن النصب التذكاري للزعيم لحبيب بورقيبة، وكان رئيس الجمهورية الباجي قيد سبسي، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم النصر 55 و900 ألف الموافق لغرة جوان، أشرف على إعادة النصب التذكاري للزعيم بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية وسط حضور عدد كبير من المواطنين. وأزاح رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بعدد من أفراد عائلة الزعيم بورقيبة ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة لحبيب الصيد، أزاح الستار عن الحجر الرخامي الذي تم بموجبه إعادة التمثال إلى مكانه الأصلي قبل أن يقرر الرئيس المخلوع في 88 و900 ألف تغيير التمثال بساعة عملاقة. يعني تعرفوا اللي نهج لحبيب بورقيبة كان قبل نهج جولفيري، هذا هو اللي جاب الاستعمار لتونس، وكانت عنده تمثال عالي، هو كان كبير القبل، ومرأة تونسية بالملية تحت ساقيه وهزت له يعني عرف بتاع الزيتون، هذا كان رمز الاستعمار، وبورقيبة رمز الدولة الجديدة. بمقر وزارة الصحة بتونس، تم اليوم توقيع اتفاقية تونسية فرنسية تهدف إلى إنجاز مستشفى بولاية قفصة. تعاون تونسي فرنسي من شأنه أن يعزز الخدمة الصحية لا فقط بالجنوب الغربي بل بالجنوب التونسي بصفة عامة، ومن المقرر أن تنطلق أشغال إنجاز هذا المشروع نهاية السنة الحالية. اليوم مرحلة هامة وهامة جدا فيما يخص بناء المستشفى الجديد في قفصة، وهذا داخل في استراتيجية وزارة الصحة فيما يخص إصلاح وتعصير قطاع الصحة. المرحلة الأولى هي مش تكون دراسات على مدة معينة، وإن شاء الله من هنا نهاية السنة احنا مش نحرسوا مش من هنا نهاية السنة يبدأوا الأشغال بتاع المستشفى في قفصة اللي مش يكون في حدود قرابة 400 سرير. مشروع هذا هام للأهالي قفصة والأهالي الجنوب الغربي بصفة عامة. أعلن وزير الشؤون الدينية اليوم في ندوة صحفية عن الانطلاق الرسمي لمشروع برنامج تحفيظ القرآن الكريم 100 ألف شخص، وهو برنامج يأتي في سياق مقاومة الإرهاب وبث روح الوسطية والاعتدال الفكري. حملة تحفيظ القرآن الكريم 100 ألف شخص، والتي أعلن اليوم عن انطلاقتها الرسمية في ندوة صحفية بمقر وزارة الشؤون الدينية، تحمل مقاربات متعددة، لعل أهمها أنها حملة وطنية تندرج ضمن المحافظة على القرآن باعتباره مرجعا لمقاومة كل أشكال التطرف والانغلاق والإرهاب. لأن القرآن عامل مع عوامل مقاومة الإرهاب والتطرف، لأن اللي يحفظ القرآن يكون إنسان معتدل بالضرورة، لأن القرآن مليء بما يدعو إلى الوسطية، إلى الاعتدال، إلى المحبة، إلى
إلى التسامح، كل هذه المعاني راقية موجودة في القرآن. لن نركز على آيات القتال اللي مربوطة بظرف معين تاريخي وجغرافي. برنامج موحد للتحفيظ تمت صياغته عبر ورشات ولقاءات وطنية وجهوية ومحلية وآلية تنظيمية مالية وإدارية تم الاتفاق حولها. المسار الأول هو تحفيظ القرآن في 3 سنوات. المسار الثاني هو حفظ كامل القرآن في 4 سنوات، أي بمعدل 15 حزب في السنة. المسار الثالث هو حفظ كامل القرآن في 6 سنوات، أي بمعدل 10 أحزاب ومسارات أخرى مساندة لهذا المسار حتى نستوعب كامل أبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا. هي حملة لكل التونسيين، ونجاحها يعتمد أيضا على المبادرة ومدى الانخراط في دعم مسارها. تواصل القوات العراقية محاولاتها لاقتحام مدينة الفلوجة واستعادتها مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها منذ 2 عامين في معركة تعتبر الأكبر من نوعها ضد هذا التنظيم المتشدد في العراق. تواجه القوات العسكرية والأمنية العراقية مقاومة شرسة من مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في معقلهم مدينة الفلوجة كبرى مدن الأنبار، ما يخالف توقعات سابقة بإنهاء المعركة واستعادة السيطرة على المدينة في غضون ساعات. التنظيم المتشدد وكعادته استخدم الانتحاريين والسيارات المفخخة والألغام على طول الطريق لصد تقدم القوات العراقية التي تواصل ولليوم 3 على التوالي اقتحام الفلوجة من مختلف محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، مستخدمة كافة الوسائل والأسلحة ومدعومة بغطاء جوي، ما أوقع عددا كبيرا من الخسائر في صفوف التنظيم المتشدد وكذلك في صفوف القوات العراقية حسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ضباط عراقيين. باشر قطاع جاز مكافحة إرهاب بالتقدم إلى الأهداف المرسومة إلها لتحرير قضاء مركز الفلوجة بالكامل من قبل قطاع جاز مكافحة إرهاب، إن شاء الله التقدم مستمر لتحرير كل القضاء. وللمرة الثانية في غضون 3 أيام اجتمع رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم في مقر قيادة عمليات استعادة الفلوجة بالقيادات العسكرية والأمنية للإشراف الميداني على سير العملية العسكرية. العملية التي تعد واحدة من أكبر المعارك على الإطلاق ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية دخلت يومها 8، وقد أثارت الكثير من المخاوف خاصة مع التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة من مخاطر استخدام المدنيين المحاصرين في المدينة وعددهم يفوق 50,000 شخص كدروع بشرية، مقدرة عدد الأطفال هناك 20,000 طفل ومعبرة عن مخاوفها من إمكانية تجنيدهم قسراً. وتزامنا مع ذلك تحدثت التقارير عن مقتل عدد كبير من المدنيين إما جوعا أو بسبب رفضهم القتال إلى جانب العناصر المتشددة. في الشأن السوري، يبدو أن صيحة الفزع التي أطلقتها بعض المنظمات الأممية بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية في بعض المدن السورية بدأت تجد صداها على الميدان. مدينة داريا والمعظمية السوريتان المحاصرتان منذ 2012 و2000 وصلتهما اليوم أولى قوافل المساعدات، مساعدات تضاربت الأخبار بشأن محتوياتها. ففيما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أن القافلة تتضمن أدوية ومواد غذائية ولبن للأطفال، بيّنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المساعدات تقتصر على مستلزمات التنظيف. خطوة تأتي في ظل هدنة ب48 ساعة أعلنتها وزارة الدفاع الروسية بالتنسيق مع واشنطن بين القوات السورية وفصائل المعارضة. في الرياضة، وصلت بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم إلى جيبوتي في رحلة على متن طائرة خاصة استعدادا للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بمنتخب جيبوتي يوم الجمعة المقبل في الساعة 1:30 ظهرا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. وتخلف عن رحلة المنتخب إلى جيبوتي حارس المرمى أيمن البلبولي والمدافع أيمن عبد النور بسبب الإصابة، وسيكتفي المنتخب الوطني بإجراء حصة تدريبية واحدة ستقام غدا على أرضية الملعب الذي سيحتضن اللقاء.
تقام يوم الجمعة المقبل في الساعة 4 مساء منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفيما يلاقي الأولمبي الباجي جندوب الرياضية ويباري مستقبل جابس جمعية الحمامات ويواجه اتحاد تطاوين الاتحاد المنستيري. كان مستقبل جابس ضمن الصعود إلى بطولة الرابطة الأولى منذ الجولة الماضية. ختم النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين: 135,613 تلميذا يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي عاشت على وقعها مختلف الجهات. التعديلات الخاصة بإجراءات الإيقاف تدخل حيز النفاذ، ودعوات إلى توفير الترتيبات الضرورية لمزيد النجاعة. مقترحات تعديل وفصول تنتظر الحسم بشأن مشروع القانون الأساسي للانتخابات، والاستفتاء وسط غياب التوافق بخصوصه في مجلس نواب الشعب. وقبل أن نختم، نذكر أن 172 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.